اللي توصل الكره المنياوي، منياوي مع امير الديدي ياخذها غازي العيادي، العيادي قدامه لمسلمي، اسامه الحدادي الماليك توري، ممتاز ماليك توري، الحدادي ماليك توري، الهدف الاول للنادي الافريقي، الهدف الاول للنادي الافريقي. الشنيحي ابراهيم الشنيحي يفتتح باب التسجيل في 31 دقيقة لعب. الجزائري ابراهيم الشنيحي، ماليك توري عرضية عرضية وكيما جات الشنيحي في شباك علي العياري. افتتاح باب التسجيل للنادي الافريقي في 31 دقيقة لعب، ربع اهداف الجزائري مع السي في فورمة كبيرة مع النادي الافريقي في الفترة الاخرى. هذه الاعادة مرة ثانية كما جيت بلمسة واحدة في شباك علي العياري. الشنيحي يفتح